أولى محطاتنا لليوم رح تكون من عالم التميز والتحدي، وأكيد بمجال الابتكار، وذلك ضمن الحدث العلمي الأبرز والأكبر للروبوت في سوريا، وهو انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الروبوت العالمي تحت عنوان المدن الذكية. تتنافس الفرق المشاركة في على أفكار متطورة بهذا المجال. اليوم 22 آب وهو اليوم الأول، التفاصيل فيما سيجري، وأيضا خلال الأيام الثلاثة اللي رح تستمر ضمن فعاليات الأولمبياد. رح نحكي أكثر عن المسابقة مع ضيفنا لليوم الدكتور شادي بيطار، هو عضو اللجنة العلمية للروبوتك في الأولمبياد العلمي السوري، وباحث رئيسي في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم جميعا، وبوجه تحية لأبطال الجيش العربي السوري، وتحية لشهداء الوطن، وتحية لجميع السوريين بهذا البلد الحبيب. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. يعني دكتور، خلينا نحكي وناخذ فكره عامه عن الجديد بالمسابقات الوطنيه للروبوت العالميه هالعام، المسابقات اللي عم يشملها، نسلط شويه الضوء عليها لناخذ هي الفكره قبل ما نفوت بقى بالتفاصيل. هلا سوريا مو اول سنه بتشارك بمسابقه الاولمبياد العالمي للروبوت الدبليو ار او، بس السنه المميز بصراحه هو انه هي اول سنه راح تتم المشاركه برعايه هيئه التميز والابداع، اللي هي بصراحه شكلت بيئه حاضنه لكل المشاركات اللي عم تمثل سوريا بالخارج. والسنه في عنا يعني حجم مشاركة كتير كبير، يعني في عنا 85 فريق مشاركين بجميع فئات المسابقة، مثل ما تفضلتي حول المدن الذكية. الموضوع كتير هام، موضوع المدن الذكية حاليا نحن في كبلد في تطور إعادة الأعمار، فخلي هالشباب من الأطفال اليافعين لطلاب الجامعات يبلشوا يفكروا ويبحثوا ويشوفوا شو في شيء ممكن يقدموه من خلال هذا الموضوع. فيعني كله السنه مميز، يعني في ابداع وفي ابتكار وفي هيئه التميز أفكار والابداع، جديدة. فيعني كثير كثير متفائلين بالمسابقه، رغم انه هي يعني المره الخامسه اللي بتدخل فيها سوريا بهي المسابقه اللي يعني عالميه، في اكثر من 65 او 70 دوله بالعالم بيشاركوا فيها، ودائما نحن تركنا بصمه بهي المسابقه طبعا بفضل انه نحن عندنا شباب مبدع ومبتكر، يعني فكثير متفائلين انه السنه كمان بحجم هالمشاركه الكبير تكون عندنا في نتائج فعلا مشرفه. اكيد، يعني دكتور مثل ما حكيت هي مو السنه الاولى اللي بنشارك فيها، تقريبا 5 سنوات من المشاركات بال دبليو ار او. خلينا نحكي شوي عن توسع ثقافه الروبوتك، وخصوصا انه صارت موجوده بمحافظات مختلفه، بمدن سوريه مختلفه، دركيش، جبله، نبك. خلينا نحكي شوي عن توسع هي الثقافة. هلا بالعادي مثل اي نشاط ببلش بالعاصمه، كان شوي في له استهجان، يعني رغم انه هو بيعتبر الروبوتيك بدايه كان اختصاص المهندسين، يعني فكان الغريب انه كيف بدهم يشاركوا فيه الاطفال وطلاب المدارس، وممكن يكون حدا ما له علاقه بالهندسه، يعني ما في عندنا مدربين عم يدرسوا طب بشري، يعني فبس انه عندهم هوايه، عندهم اهتمام بهذا المجال. فبلشت بتقريبا ب 60 فريق، بعدين بلشت تتطور. هلا الفكره الحلوه بهذا الموضوع انه هو التدريب والمشاركه والمسابقه بتجذب، لانه المشاركه لا تعتمد على الابداع الفردي، وانما في عندك فرق عم تشتغل مع بعضها. فالثقافه اللي نحن عم نحاول ننشرها هي ثقافه التعاون، ثقافه المنافسه، ثقافه الابتكار، الابداع. يعني انا ما عندي قالب اشتغل فيه، فيعني حتى الطفل حر انه هو يصمم يبدع، فهذا الشيء لاقى اقبال كثير كبير. هذا الشيء ساهم بانتشار موضوع الروبوتيك بطريقه كثير سريعه خلال هال5 سنوات الماضيه، فصرنا نشهد على اطفال شباب كله عم بفوت ببرامج تدريبيه، كله عم يتحضر، كله عم ينتظر مسابقه الدبليو ار او، كله عم يتنافس، كله صار في نوع من المنافسه انه بده يخبي، ما بدي احكي عن شو انا عم حضر. ففي في في هيك في حماس، في حماس حلو. طبعا هذا النوع من المسابقات والحماس بيجذب، هذا الشيء ساهم بالانتشار، لانه كمان المسابقه كمسابقه في لها مرجعيه عالميه، في لها قوانين ثابته، ونحن هون التنظيم عم بيركز على احترام هاي القوانين، عم بيركز على المصداقيه والوثوقيه والشفافيه.
فيعني بصدق الموضوع كثير هيك بيشجع الواحد ولو يشوفه هيك من بعيد. يعني انا بدعي جميع العالم يجوا على صاله الفيحاء يعني هاليومين، اليوم وبكره ويوم السبت، يشوفوا الاطفال فعلا شيء هيك كثير كثير حلو. اكيد يعني اليوم هو يوم تجريبي ايضا. هلا المسابقة العالمية بشكل عام، وهو طبعا نحن اللي يطبق بالمسابقات الوطنية، بتتوزع على 3 أيام. مشان نفهم المسابقة شوي، إنه المسابقة بتعرف مسألة لازم شو بيشمل شو بيتضمن اليوم. هلا المسابقة هي فيها يعني بشكل عام فيها كذا فئة، ففي عندنا نحن الشيء الأساسي فيها هو المسابقة النظامية التي تقسم ل3 فئات اللي هي الإليمنتري والجونيور والسونيور، يعني عندك الأطفال المدارس، بعدين الإعدادي والثانوي. في عندنا نحن مسابقة الـ ARC أو الأدفانسد روبوت تشالنج اللي هي موجهة للطلاب الجامعيين لحد عمر 25 سنة. في عندنا نحن مسابقة الفوتبول، وفي المسابقة الهامة أيضا نحن مشارك فيها ودائما عم نترك بصمة فيها، هي مسابقة الأوبن كاتيجوري اللي هي المسابقة المفتوحة. بس طبعا كل المسابقات العنوان تبعها هو المدن الذكية، فكل مرحلة أو كل فئة معرفين فيها مسألة لها علاقة بموضوع المدن الذكية، وبالتالي نحن كل فريق بيكون عم يتدرب ضمن النادي تبعه أو المدرسة أو الجامعة على منصة المسألة وبيبني الروبوت تبعه وبيختبره. هلا بس لما بده يجي على المسابقة الوطنية أو العالمية فبيكون في منصة موضوعة ليتم عليها التنافس، وبالتالي نحن بيسمحوا بأول يوم اللي هو اليوم طبعا توصل الفرق وبتسجل، وبعدين في عندها نهار كامل لمنه تعمل معايرة لروبوتاتها لتجرب العمل تبع روبوتاتها على المنصة اللي هي معتمدة لكل الفرق، مشان يكون الاختبار على نفس المنصة. اليوم الجمعة طبعا اليوم مسموح مثلا للمدربين يساعدوا الفرق شوي إلى آخره، بس يوم الجمعة اللي هو اليوم الأول يوم بالمسابقة غدا المدربين ممنوع يقتربوا من الفرق، فالأولاد راح يكونوا لحالهم عم يرجعوا بكفكوا الروبوت، بيرجعوا بيبنوا لحالهم قدام الحكام، بيرجعوا بيبرمجوه من الصفر، وبيفوت الروبوت بمرحلة الحجر، وبعدين ببلشوا يتنافسوا بروبوتاتهم بين بعضهم. هذا خلال النهار كله، كل فئة على المنصة الخاصة فيها. بنهاية اليوم بيكون عندنا في الفئات اللي بدها تترشح للنهائيات اللي هي بتتم يوم السبت. يوم السبت عندنا حفل الختام على الساعة 2 لنعلن عن الفرق الفائزي بهاي المسابقه. ففي عندنا 3 أيام عباره عن يعني ماراثون، بس ماراثون كثير حلو بصراحه، يعني لانه خلال 5 سنين بتحسي انه صار عندك عائله، يعني هاي العائله عم تتوسع، عائله عم 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 تتشابه وعم تتشارك محبتها واهتماماتها بمجال الروبوتيك، بمجال الابتكار، بمجال الابداع. في عنا يعني هدول الشباب الصغار وحتى الاطفال يعني في شيء عم يكبر معهم، هو عم يبنوا شبكه معارف من العالم، وفي شيء يعني في صغار ما عم بيلمسوه بس طلاب الجامعات عم يلمسوه. هي مسابقه عالميه، شهاده المشاركه بهي المسابقه عم تنوضع ضمن السيره الذاتيه، عم تدعم التقدم للجامعات وللمنح الدراسيه. فهذا يعني هي كثير له قيمه علميه وقيمه شخصيه لكل فرد مشارك بغض النظر عن مين ربح، يعني فهو نعم. هذا الشيء اللي كثير حلو يعني. اكيد. طيب دكتور خلينا نحكي، بما انه شوي حكينا عن التحضيرات وشو راح تتضمن المسابقه خلال الايام الـ3، خلينا نحكي شوي عن العنوان لهالمسابقة المدن الذكية، شو قصدتوا فيها وشو رح يكون يمكن المحاور، كيف رح تتقسم بين الفرق على اختلاف مستوياتها؟ هلق المدن الذكية كعنوان عريض هلا مطروح على الـ يعني بنسميه نحن emerging topics، يعني هلا هو الموضوع المطروح برقم واحد من خلال الذكاء الصناعي وإلى آخره، هو دمج ومكاملة أنظمة التحكم وأنظمة الذكاء الصناعي مع أنظمة الحياة. فيعني نحن عندنا كل فئة من فئات المسابقة معرف لها موضوع معين، فمثلا الأطفال بفئة الإليمنتري معرف لهم موضوع النقل الذكي، فإنه يكون عندنا نحن شبكة نقل بالمدن تنقل العالم حسب الطلبات من مكان لمكان، واللي ما طالبت مكانه وإلى آخره، فلازم الروبوت يقوم بالمهمة المطلوبة منه يؤديها بشكل مؤتمن. الفئة العمرية الجونيور اللي هي الفئة الإعدادية مطالبين هني إنه يعملوا زماني غلطان شبكة إلى علاقة بتطوير شبكة الإنترنت بالمدن والنقل والتكنولوجيا. هلا بتجي على عفوا عندهم هالطاقة، بأنه أنا كيف بدي أنا أعمل طاقة ذكية
ذكي استبدل البطاريات وشبكات تغذية الطاقة القديمة بشبكات ذكية إلى علاقة بأنه ممكن يكون في عندي كذا مورد للطاقة على الشبكة، فأنا بديلة. إذا صار نقص بمحل بعوض بمحل ثاني، فهذا الشيء لازم يقوم الروبوت بتعويضه بشكل مؤتمن. بالسينيور هلا صرنا على الانترنت، انه انا بدي ابني فايبر اوبتكس، بدي شيل الشبكات، بدي احط وايرلس محلها. فهيك هلا بنيجي بعدين على الادفانس تبع الجامعيه، انا بدي احكي عن البيوت الشمسية والزراعة، بدي أنقل النباتات حسب الأماكن اللي هي فعلا بتنمو فيها بشكل أفضل، بدي وزع توزيع بيئي مناسب. الفئة الأوبن عاطينهم ثلاث محاور ليصمموا من خلالها مشروع، اللي هي الحكومة الذكية، إنه يكون في عندك أنت إدارة ذكية للموارد، اللي هي السمارت وورك بليس، يعني أنت يكون في عندك مخازن معامل مؤتمتة، وفي عندهم السمارت تيتشينج، فإنه أنا كيف فيني أدخل الموضوع الذكاء الصنعي بإني أنا أعمل منظومات تساهم بعملية التعليم. ففي عندنا كل واحد طبعا، خاصة موضوع الأوبن، كل واحد بيكون مخبي مشروعه ما عم يحكي عنه ليعرضه اليوم قدام لجنة التحكيم، بده يكون عامل كمان تقرير. في عمل علمي وبحث علمي عم بيتم بشكل مستوى كتير عالي. طبعا في المسابقة اللي هي تقليدية موجودة ضمن الدولة، هي مسابقة الفوتبول، بيكون فيها روبوتين بدهم يلعبوا، أو روبوتين من كل فريق بدهم يلعبوا لعبة كرة القدم، اللي بيسجل نقاط أكثر اللي بنعرفها بشكل عادي. فهي مؤتمتي كمان بتكون ما فيها بلاي ستيشن. يعني دكتور خلينا نحكي عن الفئات المتواجدة والمشاركة، الأعمار المشاركة، وخلينا نحكي عن هذا التفاعل اللي عم بصير يعني بين الأطفال، بين الأعمار المختلفة الموجودة، حتى بالأفكار، إنه كيف بتحس يعني جو التنافس، مثل ما حكيت لنا بيخبوا مثلا عن بعض المعلومات لياخذوا الأوكي، وهل المشروع أو البحث العلمي اللي بيعرضوه أمامكم هن اللي رح يسافروا فيه لبرا؟ هلا حقيقة أكيد، يعني هلا بالنسبة لهم الموضوع مو هلا بدهم يساووه، يعني الفرق بجميع فئاتها مع مدربينا يعني صلى أكثر من 3-4 شهور، لأنه المسابقة بشكل عام فئاتها ومواضيعها تعلن منذ بداية العام، فتبلش تسمية الفرق وتجمعها وبلشوا عاد يتدربوا ويشتغلوا. ف نحن عندنا هلا الفرق بشكل اساسي مثل ما حكينا الاليمنتري هي الابتدائي لعمر ال 12 سنه، بعدين عندنا من 12 ل 15 الجونيور، بعدين لحد ال 19 عندنا السينيور، بعدين في عندنا الاوبن من 19 للادفانس تبع الجامعه من 19 ل 25، والاوبن ممكن تقسم بنفس الفئات العمريه، الفوتبول ما الى فئات عمريه. هلا الملفت طبعا بغض النظر عن الفئات هو المشاركه الاناث، يعني احنا عندنا مدربات مثل ما في مدربين، وفي تنافس شديد بين المدربات والمدربين، يعني مثل ما في كمان فئات بنات مع فئات صبيان، ففي هذا التنوع والخليط كتير 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 حلو. وبتلاحظي انه اللي خلص الاليمنتري سنه عم بيسجل بفئه الجونيور، اللي خلص جونيور عم يرجع ليسجل بالسينيور، في عالم في عم تضل عم تحس هون عيلتها عم ترجع وتستمر بهاي التجربه بشكل عام. نعم. يعني دكتور كمان خلال مشاركاتكم بالدول العربية وأيضا الدول العالمية كان لكم مشاركات مميزة بمصر وغيرها من البلدان، وكان جوائز ومراكز أولى. خلينا نحكي السنة بس تتأهلوا، وين رح تكون المشاركة؟ هلا السنة المشاركة WRO كل سنة بيكون في دولة مضيفة، يعني نحن شاركنا بروسيا، شاركنا بالهند، شاركنا بتايلاند، وشاركنا بكوستاريكا، والسنة المشاركة بهنغاريا. فالهنغاريا راح تصير من 8 إلى 10 تشرين الأول، المشاركة العالمية. طبعا مثل ما حكينا الفئات المفتوحة أكيد المشروع اللي هني بانوه راح يحسنوا عليه، نحن راح نشتغل معهم كلجنة علمية. هلا هذا الموضوع اللي بيهمني أنا أشير له، إنه هاي أول سنة نحن من التنظيم الـ WRO كمسابقة ضخمة على مستوى سوريا، بيتم برعاية أو تحت مظلة هيئة التميز والإبداع، فأولمبياد الروبوتيك انضم للأولمبياد العلمي السوري، وطبعا هذا الشيء كتير ساهم صراحة لأنه بانتشار هذا الموضوع وبهالقاعدة الكبيرة اللي شاركت السنة، لأنه الأولمبياد عنده أساسا بني بتساهم وبتساعد كونه هو عنده رياضيات والفيزياء والكيمياء، فضم المسابقة البرمجية وضم أولمبياد الروبوتيك.
هني عالم يعني طبعا انا بوجه لهم تحيه جميعا، لانه فعلا عم يتعاونوا مع الجهات الحكوميه مع المدارس، عم يقدروا يوصلوا لكل العالم، عم بيقدموا الدعم المناسب، عم يوثقوا باراء الناس العلميين بطريقه كثير عم تساهم بتطور العمل بشكل كثير كبير. فنحن هلا كلجنه علميه ضمن الاولمبياد العلمي السوري كنا طبعا الاشراف على التنظيم لنا اكثر من 3 4 شهور عم نشتغل، وان شاء الله يكون بمستوى التعب النتيجه اللي راح تشوفوها. طبعا نحن بعد المسابقه راح يتم العمل بشكل اقرب هلا مع الفرق اللي راح تفوز، راح نساعدها راح ندعمها بهدف انه نحن فعلا نتمثل سوريا بالشكل الافضل. مثل ما بنقول نحن جنودنا حاملين سلاحهم عم يدافعوا عن البلد، ونحن الناس العلميين عم ندافع بعلمنا عن وجود سوريا وعن صوره هذا البلد بالمحافل الدوليه. ما فيهم يقتلونا وما فيهم يلغوا وجودنا، بالعكس بكل سنه عن سنه عم نطلع وعم نثبت وعم نرفع العلم السوري على المنصات، وعم نقول السوريين موجودين، المبدعين موجودين، والسوريين صعب تلغوهم من الوجود. فيعني هذا شيء كثير حلو يعني صراحه. انا بنبسط لما بشوف هذا الشباب كله لساته عم يشتغل وكله عم بيقاوم وكله عم بيقول لا نحن موجودين. نعم اكيد دكتور، يعني بنوجه لك كمان تحيه. دائما يكون هذا النتائج على مستوى التعب، وان شاء الله هيك يا رب يضل سوريا احلى والنجاح دائما يرافقنا ان شاء الله يا رب. دكتور يعني اكيد بالختام بدنا نقول انه الاوائل بالمسابقه الوطنيه هن اللي حيتاهلوا للاولمبياد الروبوت العالميه، ان شاء الله هيك دائما يضل اسم سوريا مرفوع بالمنابر الدوليه، وكل التوفيق لكم كمدربين وكمشاركين ايضا، بنتمنى لكم التوفيق ودائما تسجلوا اعلى النقاط، ووجودنا دائما وعلمنا مرفوع بالمنابر الدوليه. شكرا لوجودك معنا، وتحيه لكل المشاركين. وصلنا تحية عبر الإخباري السوري لكل المشاركين جايكم. أكيد شكرا لك دكتور شادي بيطار على وجودك معنا، ونتمنى التوفيق لكل الفرق المشاركة بالمسابقة، وأيضا الناس تروح تحضر اليوم وبكرة وبعده لحتى تشوف شوي ثقافة الروبوتك. شكرا لك. شكرا لكم، شكرا لاهتمامكم، هاتكم سعيد. شكرا لك.